عندي تفاصيل اكتر عن المباراه وعندي كلام مهم جدا عن هذه المباراه، ولكن دلوقتي الحدث بيفرض نفسه لكل الساده المشاهدين وكل المتابعين للكره في العالم، وهي مباراه الاهلي وريال مدريد. اكتر واحد ممكن يدينا كل التفاصيل ويقول لنا كل الاجواء زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في المغرب مع بعثه النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، حياتي ليك في البدايه وكل التحيه والشكر لجمهور النادي الاهلي العظيم. اليوم النهارده حافل بالاحداث والمؤتمرات والاجتماعات الفنيه وايضا كمان التدريب الرئيسي، وبعد اقل من ساعه اعتقد كمان في زياره لملعب مولاي عبد الله لمعاينه ارضيه الملعب. اخر الاخبار والجديد لديك يا كريم. بالتاكيد يا محمد، طبعا يمكن انت ذكرت كل الامور النهارده، يمكن ان شاء الله باذن الله يكون يوم عظيم على النادي الاهلي وتكون فتحه خير ان شاء الله من التدريب النهارده. الحقيقه كان مميز جدا، انا لازم ابدا معاك بالتدريب يا محمد النهارده لان الرساله كانت مهمه جدا في التدريب وفي الروح وفي الجديه الكبيره وفي الضغوطات اللي بنأكد عليها، اللي يمكن مستر كولر شغال عليها بشكل كبير جدا، بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يرفع الضغوطات بكل ما يملك من قوه الحقيقه، من جانب نفسي، من جانب معنوي، من احاديث، من بعض التدريبات اللي فيها بعض الابتسامات البسيطه جدا. انت عارف النهارده طبعا محمد كان في اهتمام كبير جدا 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 من وسائل الاعلام النهارده بتدريب فريق النادي الاهلي، وبالتاكيد على الجانب الاخر في موعد تدريب فريق ريال مدريد هيكون في اهتمام كبير ايضا، لان يعني العالم كله منتظر هذه المباراه وليس جمهور النادي الاهلي فقط، العالم كله هينتظر النهارده او غدا بمشيئه الله ان شاء الله يعني نادي القرن في مواجهه بطل القرن الاوروبي. ده امر كبير جدا وفخر عظيم جدا، والحقيقه اشقائنا المغاربه هنا يعني محمد رسائل مهمه جدا بنسمعها في كل خطوه، في فندق الاقامه، لعيبه النادي الاهلي وهي بتستقل طبعا الحافله، بتلاقي الهتافات، بتلاقي التشجيع، بتلاقي ناس بتقول كلنا وراكم. طبعا الحب اكيد لريال مدريد بشكل كبير، لكن يعني التعاطف الكبير جدا اللي احنا شايفينه بالحاله المميزه جدا والسبورت الكبير جدا من كل الامور، كل الوسائل التنظيميه، الامن، الفندق الاقامه، المنظمين، اشقائنا المغاربه، الجمهور. فعشان كده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون في يوم وغدا بمشيئه الله مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، تاريخ بيكتب في سجل لاعبي النادي الاهلي، مجلس الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني. فعشان كده ان شاء الله يا رب يكون كل لعيب كالعاده على قدر المسؤوليه في هذه المباراه، ونقدر بمشيئه الله يا محمد نفرح مصر كلها وليس جمهور النادي الاهلي فقط. النهارده يمكن زي ما انت قلت محمد تدريب فريق النادي الاهلي كان صباحا يلي او يمكن سبقه المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي، وايضا كمان كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد. الاجتماع الفني في هذه اللحظات محمد انت عارف في ساعه فرق، لكن اقدر اقول لك الاجتماع الفني بدا في هذه اللحظات. بنامل بس يا محمد في معلومه يمكن وصلت لنا، يعني ان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في لاعبي النادي الاهلي ان هي توصل بمشيئه الله في اخر نقطه في هذه المباراه، لكن عندنا معلومه يا رب ان شاء الله تكون مش صح، لان انت عارف يعني بيقول لك المركز الثالث والرابع في حال هذا الامر هنرجع تاني طنجة. فده يعني يا محمد يعني بنتمنى والله، يعني انا عندي المعلومه لكن انا بقول يا رب يكون في الاجتماع الفني في اي تعديل في اي امر، لان هتكون في صعوبه كبيره جدا على اي فريق. احنا طبعا املنا مع فريق النادي الاهلي ان احنا نتخطى ريال مدريد بالجديه المعروفه وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله نكون متواجدين هنا، ان شاء الله نكون متواجدين في الرباط، ان شاء الله نلعب على المركز الاول والثاني. لكن احنا بنتكلم على الجانب التنظيمي الحقيقه الخاص بالفيفا، امور صعبه جدا، تنقلات كبيره جدا، سفر الحقيقه يعني مرهق جدا جدا لاي فريق وليس فريق النادي الاهلي فقط، لكن ان شاء الله باذن الله باقدام لاعبي النادي الاهلي وبقلبهم الكبير وبشخصيتهم ان شاء الله باذن الله نقدر محمد في مباراه مهمه جدا 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 ينتظرها كل جمهور النادي الاهلي. طب كريم، هو طبعا محتاجين نشرح للناس الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه من الفيفا عايزه تعمل ايه عشان الناس بس تبقى حاضره معانا ومتابعه اللي بيحصل. المفروض طبقا لجدول القرعه كان معروف ان مباراه الثالث والرابع والمباراه النهائيه هتقام المباراتين في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. امبارح في المغرب عدد من وسائل الاعلام تناقلت معلومه ويمكن ده من مصادر في الاتحاد الدولي، والامر ده هيتعرض دلوقتي واحنا بنتكلم معاك يا كريم، هيتعرض على الفريقين في الاجتماع الفني، ان في حال لا قدر الله خساره مثلا الاهلي او حتى خساره ريال مدريد، مباراه الثالث والرابع هيتم نقلها الى طنجه، مش هتتلعب في الرباط، وبالتالي الامر ده اكيد هيبقى فيه مشقه، يعني تحديدا فرقه الاهلي لا قدر الله مثلا لو خسرت مباراه بكره هترجع طنجه تاني. فانت على مدار البطوله في ظرف اقل من حوالي 10 ايام انت سافرت ورحت وجيت ما يقرب من حوالي مرتين ثلاثه، يعني اعتقد امر شاق جدا، وانا مش قادر افهم لغايه دلوقتي ليه الفيفا بيتعامل مع مساله التنقلات داخل المملكه بهذا الشكل. كان ممكن بشكل اعتيادي طالما هو عايز يلعب الثالث والرابع في نفس المكان كان ممكن يلعب مثلا في كذا ويلعب في الرباط طالما هو عنده تفكير في التغيير، ولكن مش عارف انطباع البعث عندك. طب يا كريم لما النهارده سمعوا الموضوع ده وقبل ما يتحركوا للاجتماع الفني، اعتقد اتحركوا من حوالي ربع ساعه لان الاجتماع الفني بدا دلوقتي،
بالتاكيد يا محمد طبعا انا بضم صوتي لصوتك. الحقيقه يعني كنا بنعمل ان الامور التنظيميه الحقيقه تكون يعني اسهل من كده بشكل كبير، وتكون فيها راحه لكل الفرق وليس فريق النادي الاهلي فقط، لكن يمكن النادي الاهلي بيحط كل الظروف الوحش والحلو، بيحط كل السيناريوهات، فعشان كده يمكن الكل استقبل هذا الامر بانبهار كبير جدا، ويعني محدش مصدق هذا الامر الحقيقه يا محمد. يعني اقول لك بصراحه الناس بتقول ازاي، يعني ازاي هنرجع من جديد، او اي فريق هيرجع من جديد، او تحديدا النادي الاهلي بيفكر، لان انت عارف طبعا انت بتقابل فريق كبير جدا، الهزيمه موجوده والفوز موجود، توفيق ربنا موجود، لكن انت بتحاول تحط السيناريوهات الصعبه عشان تكون محضر لها بشكل كبير، فامر صعب جدا. يعني حتى كمان لو الثالث والرابع الميداليات هتسلم في طنجه ولا هتبدا ترجع الرباط بعد المباراه، امور الحقيقه يعني صعب. ان شاء الله باذن الله كلها تكون دوافع تصب يا رب ان شاء الله يا محمد. هذا الامر يعني صعوبات اللي بتقابل والانتقالات الكثيره جدا، الحمد لله ربنا بيساعد لاعبي النادي الاهلي، بيحاولوا ان هم يجهزوا من نفسهم بشكل كبير، بينسوا كل التعب وبينسوا كل الارهاق في التنقلات عشان الهدف الكبير كالعاده هو جمهور النادي الاهلي واسعاده ان شاء الله. يعني كمان محمد نقطتين مهمين جدا، لما بتسمع تصريحات الحقيقه كارلو انشيلوتي وبتسمع فالفيردي على تعظيم النادي الاهلي وقيمته الكبيره وعلى اللاعبين، الحقيقه امر مهم جدا. لعيبه النادي الاهلي انت عارف بقى في هذه اللحظات كل لعيب بيحاول ان هو يقرا يشوف ايه اللي اتقال على النادي الاهلي، ايه اللي بيتقال على المباراة، فالحقيقة يعني قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا يا محمد زي ما أنت عارف، قيمة النادي أيضا ريال مدريد كبيرة، لكن النادي الأهلي الحقيقة هنا في المغرب والكلام الكبير جدا من الصحف الإسبانية والمدير الفني أنشيلوتي وفالفيردي بتزود الرغبة بشكل كبير جدا، الناس بتقول أيضا كمان النادي الأهلي عنده حلم إن هو يحرز المركز الأول، يحرز الميدالية الذهبية زي ريال مدريد، أمور الحقيقة بتزود الرغبة بشكل كبير، بتزود الدوافع بالروح والإصرار والجدية وتشجيع الجمهور الكبير جدا من أشقائنا المغاربة إن شاء الله اللي عندنا أمل كبير جدا فيهم ان هم يكونوا سبورت كبير جدا لفريق النادي الاهلي في المباراه اللي هيستقبلها طبعا مركب الامير مولاي عبد الله 60,000 ان شاء الله يا محمد يكونوا في الموعد ويكونوا في الاستاد، ويا رب ان شاء الله كل الظروف تكون معنا محمد بمشيئه الله. طيب عايز اطمن منك يا كريم على الفريق اللاعبين النهارده، كل كان جاهز في المران الجماعي، كولر الحمد لله كل اللعيبه جاهزين معاه، ولا البعض ممكن يكون لسه بيشتكي من اجهاد فممكن ما يكونش جاهز لمباراه بكره؟ يعني كنا محمد طبعا اتكلمنا على قفشه وكهربا، الحقيقه يمكن امس قفشه كان بيشعر ببعض طبعا البروده، ويمكن قلنا طبعا نزله برد بسيطه جدا، كهربا يمكن ريح في التدريبات الجماعيه امس خد جزء بسيط، لكن الحقيقه النهارده ظهروا بشكل اكثر من رائع زي ما بنقول يا محمد، التضحيات مهمه جدا في هذه المرحله، عشان كده شفنا كهربا النهارده الحقيقه بيأدي تدريب اكثر من رائع، محمد مجدي قفشه الحقيقه واضح التركيز الكبير جدا، الجاهزيه التامه لكل لاعبي النادي الاهلي، وده كان امر مهم جدا كنا حابين نطمن عليه من الجهاز الطبي، تاكدنا الحمد لله ان مفيش اي حد بيشكي من حاجه، هو طبعا الوحيد اللي نقول له الف سلامه على كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يعني الطقس والاختلاف الكبير جدا يا محمد هنا يعني كان تعرض لنزله برد شديده، لكن اشقائنا المغاربه بيقوموا بدور كبير جدا جدا هنا طبعا مع الكابتن محمود الخطيب تحديدا، يا رب ان شاء الله باذن الله كالعاده زي ما بنقول يكون متواجد غدا نشوفه عند الباص مع لعيبه النادي الاهلي يحييهم يسلم عليهم رسائله ان شاء الله المعتاده البسيطه جدا توصل للاعبتنا، ويا رب محمد ان شاء الله الجو ممتاز الحقيقه والطقس اكثر من رائع، يعني انا بشوفها رساله الحقيقه من ربنا سبحانه وتعالى ان الطقس في هذا الامر ينقصنا بس التوفيق وكل لعيب يكون في يومه، ما تخافش احترم المنافس كل مره هنقول هذا الامر، لان الاحترام مهم جدا الحقيقه بقيمه ريال مدريد الكبيره، لكن 90 دقيقه لاعب قدام لاعب، عندنا لعيبه الحقيقه على اعلى مستوى كالعاده طبعا، لكن ينقصنا التوفيق يا محمد، لو التوفيق معانا بمشيئه سبحانه وتعالى. عايز اطمن منك اكتر على حاله الكابتن محمود الخطيب يا كريم، انت طمنتني لكن في النهايه النهارده يعني الكابتن ظهر نزل معاكوا على الفطار على الغداء، يعني عايز اطمن منك في ظل انا عارف ان كانت في متابعه مهمه جدا من فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، وكان في وفد طبي زار الكابتن في فندق الاقامه لاجراء التحاليل والاشاعات وكل الامور عشان نطمن على حالته الصحيه. الكابتن اصبح الحمد لله في حاله جيده ولا لسه في اخبار يا كريم؟ لا انا اقدر اطمنك يا محمد واطمن كل جمهور النادي الاهلي الحمد لله للكابتن محمود الخطيب، يعني حالته الحمد لله مطمئنه، البرد شديد يا محمد في الطقس ده يمكن متعب شويه، وانت عارف يعني المجهود الكبير اللي بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب في القاهره من التجمع الى زايد الى اهلي الجزيره الى اهلي مدينه نصر، بيتابع الانشاءات بيتابع التحضيرات لفريق الكره، فالمجهود كبير جدا، اصراره كمان ايضا ان هو يكون متواجد على راس رئيس بعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده امر كان مهم، لكن بطمنك يا محمد الحمد لله يمكن الامور بتتحسن بشكل كبير جدا عن امس، النهارده يمكن الامور طيبه بالنسبة
بالنسبه له، منتظرين بمشيئه الله غدا صباحا يا رب ان شاء الله باذن الله يكون احسن بكتير جدا من ال 48 ساعه الماضيه، لان زي ما بقول لك يعني وجوده بيكون قيمه واضافه كبيره جدا بتوصل للعيبه الكل اللي هنا الحقيقه. بيسعى كابتن محمود الخطيب الكل بيحاول يلتقط معاه الصور التذكاريه، اما بتقابل اي حد يا محمد في الشارع بيقول لك لديكم رئيس نادي من اقوى رؤساء الانديه في العالم، امور الحقيقه يعني بتسعدنا جدا وبتسعدنا على المستوى الشخصي. لعيبه النادي الاهلي ايضا كمان بتنول الكثير جدا من الاشاده الجانب الامني، يمكن ناس بتتابع وبتتفرج على قناه النادي الاهلي وبتتابع كل التصريحات وبتشوف كل الامور الحقيقه اللي بنقوم بيها هنا طبعا من خلال تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. فيا رب كل الامور تكلل بالنجاح. اطمنك مره ثانيه يا محمد، الكابتن محمود الخطيب بصحه الحمد لله، بنامل بمشيئه الله غدا نشوفه يزين طبعا المقصوره الخاصه باستاد مولاي عبد الله كالعاده، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون يوم فرحه ونصر بمشيئه الله يا محمد ان شاء الله باذن الله. زميل عزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. يمكن التحرك لملعب مولاي عبد الله هيكون بعد حوالي نصف ساعه في معاينه لارضيه الملعب حوالي الساعه 6 بتوقيت القاهره. المحاضره الرئيسيه النهارده قبل العشاء هتكون حوالي الساعه 8 وربع، والفريق كله هيكون في الغرف مبكرا عشان الفريق ينام بدري قبل الاستعداد بكره لمباراه ريال مدريد. هي لحظات حاسمه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ جماهير النادي الاهلي اللي بالتاكيد هتكون موجوده بكره بدخلات جميله جدا في مدرجات الدرجه الاولى وفي مدرجات الدرجه الثالثه.